كنقولوا بان الامور غدا مزيان لكن دو جور لون دو مان كتجد القنبله قنبله نقدروا نعتبروها فريق استاد المغرب. سي حسن واش صباح الخير ومرحبا بك على راديو مارس. اخير خويا مراد وجميع المستمعين الكرام. سي حسن واش لا نمشيو دغوا او بوت شنو وقع بالضبط باش قبل دغوا او بوت حيت انا ما سمعتش للراديو فهمتي لقيت لابيل ديالكم ما عرفتش شنو قال شنو دار ما هو كان معنا احنا دوينا على المشكل قلنا ما فهمناش علاش غيكون الانفصال ما بين السي اوشلا والسي سي والاستاد المغربي طرحنا مجموعه من التساؤلات اللي ما عرفناش غير احنا ما كناش عارفين ما كناش فاهمين شنو وقع بالضبط باش يكون هذا الانفصال هذا. كان معنا السي جمال السنوسي اللي دوى على الموضوع وقال بانه لعابه جاو عنده قالوا ليه هي احنا هي اوشلا في الفرقه وقالوا لي بانه كانت امور اللي هي غير اخلاقيه فيزافي اللعابه دي زانسولت ماشان 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 اللي خلات انه اللعابه يمشيو عند المكتب المستشار ديال الاستاد المغربي ويقولوا ليه سمع سي جمال يا حنا يا اوشلا في الفرقه اختار. هذه الهضره ديال سي جمال زعما غروسو مودو ريزومي هذه هادشي اللي قال سي جمال. هذه الهضره ديال سي جمال واللي ناقشناها يوم امس انا وياه تيتا تيت في البيرو ديالو. وكيف ما انتم جاتكم قنبوله انا جاتني كثار من قنبوله لانه بغيت غير نعرف واش اللاعب المغربي يعني من حقه انه يدير شكايه على المدرب ديالو. حنا اليوم في 2021 كاين واحد الحاجه سميتها البروفيسيوناليزم صافي ديغ ملي كتكون شي حاجه كنقولوا ان كومبلو ولا شي حاجه كوم كوا بحال هكا قبل من هادشي كامل انا صباح لا ريزيليسيون استقاله ديالي في الاداره التقنيه في الاداره ديال الاستاد المغربي ومكتوب عليها انه واش لا يعني بكامل القوه العقليه كما كنقول انا الموقع سالو انه كنقدم استقاله بدون مطالب الماليه. علاش انا نقول لك علاش توسكي تكنيك غيانا ديال جمال سنوسي مع كامل احتراماتي ليه كيتعتبرش بالنسبه ليا اولا رئيس كيتعتبر صديق لانه ولد الكارتي ما عمري قلت له الاسم ديال الرئيس كنعتبره خويا الاولى. ثاني حاجه جمال السنوسي نهار جيت للفرقه عنقني وقال لي واش لا الفرقه ديالك دير فيها اللي بغيتي عندنا انا اوبجيكتيف اللي هو نطلعوا الفرقه القسم الوطني الاول. قلت له اوكي شفنا الفرقه لقينا كاينين كيلكو زيليمون كي سون تري امبورطون في المنظومه الكرويه اللعابه اللي عندهم مستقبل ياك ونحاولوا ما امكن باش غنعزوا الفرقه بواحد ثلاثه اربعه ديال اللعابه على قد المستطاع. ملي كنقولوا قد المستطاع صافي حتى الموارد الماليه ما خصناش ندخلوا فيها مشكل من حيث الانتدابات. حنا حطينا خارطه ديال الطريق ها اللي غنجيبوه يعني حتى لي ريكروتمون سون كلير انيت. اولا انا جمال جي غير كوم بروبليم مع جمال في المنظومه. علاش؟ لانه لي تري بروفيسيونيل الاولى. ثاني حاجه ملي كتقول 30 لعاب غادي يديروا شكايه بوسلا لانه كيسب القد نتحدى شي واحد انه قللت عليه الاحترام. ولكن سي حسين علاش 30 لعاب غادي يمشيو تشكاو منا؟ غير بلاتي انا بغيت لي نون ديال هاد لي جوار لانه ملي كنديروا شكايه بواحد الشخص على حساب جمال السنوسي كاين اون ليست مسنين في هاد اللعابه. ايه هادوك لي نون اللي مسنين غنحاولوا ما امكن باش اننا نحطوها امام الامر الواقع ولا عنده شي حق يديه ولا واخا نقدروا نوصلوا مثلا حتى قانونيا ما عندي جي با بروبليم. انا ما جايش للستاد بريميرمون باش ندير اون فورتين انا جاي للستاد باش نعاون فوالا لين. هذا هو لو برومي لو ديغني اوبجيكتيف. وانا زعما هو عارف بزاف ديال الحوايج. حسين خويا علاش حطيت لا ديميسيون ديالك اليوم؟ حطيت لا ديميسيون ديالي لانه الظروف ديال الخدمه ما بقاتش مع اللعابه. ملي كنقول لك واش مع اللعابه؟ الظروف مع اللعابه؟ خويا جمال سمعني مزيان اش كنقول لك. انا جي سوي ان نوم دو باغول. انا ماشي هضره خاويه. انا اي فرقه في المغرب نتحدى لانه ما كاينش الغسيل ديالها لداخل. انا جي دوني واحد الوعد للسي جمال وهو بيديه البارح كيشير لي الصور ديال ستاد ماروكان لانه هاد لي بروبليم غيبقاو دون لو ستاد ما يخرجوش على الاكستيريو دو ستاد. بس ما جيني مزيان اش بغيت نوصل واش لا من غير قدم استقاله
سا كاين كاينين دي تري بون ريبون على اي سؤال تبغي طرحوا عندك الجواب ديالو. وي باتت كومازر في خباروش راح تسال ديميسيون لانه قال لنا بانه في عشيه عندكم ريونيون. شكون هو؟ شوف استقاله حطيتها في الاداره وسلمتها السيده وفي راسو سي جمال استقاله وجو سي با بوركوا لانه مستعنوا بعون قضائي لانه ملي كنجيبوا عون قضائي كنبغيو نركزوا على الغياب ديال ذاك المدرب باش ما يتابعهمش باغ اكزومبل في ليتيج وداك الشيء. انا جامي ما بما لقيت ما تلقى ان دوسي ديال اوشلا في ليتيج. علاش؟ لانه اللي كيبغي هذه الحرفه ما كيمشيش يتقدم للجامعه واحد المبالغ ماليه باش يتسمى انه راه هو. انا لا جو سوي با لو جون. وخي مراد النهار اللي تلقى اوشلا داير ليتيج في الجامعه ما تبقاش تحترمني. حيت هاد المهنه كنبغيوها ما كنستافدوش منها. وفهمني مزيان اش بغيت نوصل لك. هاد المهنه هادي فهمت الفكره ديالك السي فهمتي الله يرضي عليك. صافي ديال اوشلا لا قدر يدخل يقدر يخرج. انا نقولها لك واخا ما كتحس براسك تظلمتي من طرف اللعابه سي حسين؟ شوف تظلمت ولكن نقول لك انا كاينه تماك واحد انا تصمت ليا مزيان شحال كاين في الفيكتيف 30 لعاب 30 لعاب ياك كاينه 27 لاعب والله ما تكتب عليا شي حاجه ونتحدى اي واحد انه بدك اسمع ليا مزيان حيت شكون اللي كيكون مقلق هو اللي كيكون كيحس براسو غير ايكارطا من الفرقه سي لوجيك هذه هي سنه الكوره انت ما داخلش ليا في المنظومه الكرويه دي والفكر الكروي ديالك. واخا عندهم افيكو عندهم اكسبيريونس اي تو. شوف لا عبد الله ما كدوي زعما لا شوف ما تدويش على القديوي. انا نقولها لك ما تدويش على الراقي. هادو سو سون دي جوور فالابل في الفرقه. داكو اسمح لي ما كنهضرش على القديوي ما كنهضرش على عصام الراقي. هادو سو سون دي جوور اللي غيعطيو لو بلوس للفرقه. وانا راه عندي الجرأه انني نقول السميه ونتحدى اي واحد. وما عمري كنت كومون ديراج انني كنلحس الكابا ونبقى نساوي. ما كنساويش انا بوك عندي واحد زائد واحد يساوي اثنان. قداوي انا نقول لك القداوي عنده لا فالور ديالو الى بارمي لي ميور ايكيب بريمير ديفيزيون وكذلك هو مثال الراقي. فبيدي انا عندي واحد لوبجيكتيف واش ما غنستعنش بهاد اللعابه؟ بيان سور غنستعن بهم بيان سور. ولكن انا ما كنهضر على دي جون جوار كانوا مع الفرقه جو بونس وقيله من الهوات وطولوا مع الفرقه ولو كيحسبوا ديك الفرقه الحضن ولا الام الثانيه ديالهم. ولكن الكره ما كترحمش كما ما غيرحمونيش انا في لي ريزولتا. انا يلفو با كو جو سوا انايا فير باسي كيلكو شوز دون لي غادان لا عندك ما عندكش وي سالينا بيان سور. هذه هي اللغه ديال الكره عندي انايا. التلفزيون ديالك السي وجلا الله يرضي عليك. مي انا تفاجات. انا ما تصمتش الراديو تفاجات على انه هذا القلب. عندك مشكل مع ثلاثه اللعاب علاش 30 واحد سينا وجلا؟ شوف انا الشكايه غنوقف عليها اليوم وغنشوف على انه لا فيها. غتحضر لا فينيو ديال العشيه؟ غنحضر بيان سور غنحضر. ويلي يا اخي مراد وجلا ما عمرو كان ضعيف وما عمرو غيكون ضعيف. وانا نقولها لك من هنا ونعطيها لك هذه ديرها في ودنك. انا غنمشي من الصطاد باذن الله وداك الشيء اللي كنت خدام عليه الصطاد غيبقى غنخدم عليه تنجيبو للصطاد من بزاف ديال الحوايج لا داعي لذكرها لانه هذيك البلاصه كنعتبرها دارنا وجمال كنعتبره خويا وصديق اكبر ديالي. انا راه ما كتعرفوش العلاقه اللي بيني وبين جمال. مي جمال جي بيان ايمي لا فاسون اللي خدم بها انه خدم بروفيسيونيل وبغى يعطي لي كل دي حق حقي حيت عنده 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 واحد عنده واحد المنظومه وواحد الالتزام مع اللعابه وعنده واحد المنظومه مع الراي الاخر اللي هو باغ اكزومبل نقولوا مثلا المشاكل اللي كتعيشها ما بين المكتب المسير ما بين الاداره التقنيه وما بين اللاعبين هو اللي كيدير ليكيليبر. دابا جاو عنده هاد اللعابه داروا شكايه والا خصنا نعرفوا شكون هما هاد الاسماء. انايا ما غنقبلهاش اوطون كو شكايه ما فيهاش لي نو. انا مراد مراد في راديو مارس داير بيا شكايه كوم كوا كنسبو كنفعل ليه كنترك ليه وداك الشيء. ملي غنلقى هاد الشكايه غنتبع القانون. واش فهمتيني اش بغيت نوصل لك اخويا؟ انا ما غنقزم حتى واحد ما غنقيس حتى واحد وراه سي غار فين غتلقى شي واحد كيقدم استق. انتم راه كتسمعوها الاقاله ما كتسمعوش استقاله. لانه هاد المهنه هذه وفوق من كل واحد وفوق مني حتى انا هاد المهنه خصها تخدم طرق
شريفة وواضحة. ولا كنقول على أنه الجامعة خرجت واحد القانون ديال المدرب، ورا اولا انا 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 نحشم، انا نحشم نجلس مع جمال في ليتيج ونقنطط حنويه. انا عموما سي اوشلا حنا نتمنى لكم حد موفق زعما صراحه، عزاز كلكم عزاز ما فهمتيني، انا اوني نوتر الوسط جينا بيناتكم. انتما سي اوشلا اللي هو الدار وصاحبنا وخونا، سي جمال السنوسي كذلك حبيبنا وصاحبنا وخونا وعزيز علينا بجوج، نتمنى حد موفق فريمون، نتمنى لكم كو دي بونور. لا انت سي اوشلا لا كذلك سي جمال السنوسي ستاد مغربي وسي العسيري الكوش ديال راديو مارك. والله زعما صراحه جينا في واحد الموقف شويه حارس شويه، لانه بغينا جينا الوسط، فريمون جينا الوسط وخصنا نبقاو الوسط، خصنا نبقاو نوتر في هاد الامور هذه. ميرسي بوكو سي جمال ولا سي اوشلا، ميرسي بوكو اخويا، ونتمنى لك حد موفق حبيبي اوشلا. شكرا شكرا خويا مراد، كتسمعني؟ كنسمعك خويا كنسمعك. قلت لك في استقاله وحق لا اله الا الله الا كنتمنى التوفيق للفريق تاع المغرب من كل قلب، زعما راه مكتوبه، راه ما كاين ما يتخبى. وانا جي جامي زعما كنت انين من شي واحد. انا عندي الاعداء بزاف، انا هذو بلا ما قلت، انا عندي الاعداء بزاف، ولكن كنخلي كل واحد الله سبحانه وتعالى. شكرا بزاف، شكرا بزاف اسي اوشلا، ونتمنى لكم حد موفق. ميرسي بوكو.